طيب، قتال اللصوص والخوارج جائز؟ في فرق يا جماعة بين الخوارج وبين البغاة. البغاة، فالبغاة يخرجون على الحاكم ولكن ليس لهم عقائد تحركهم كما للخوارج. والخوارج يخرجون على الحاكم لكن الخوارج لهم عقائد فاسدة، منها تكفير الحكام والمسلمين والتكفير بالكبيرة وتحليل الخروج نفسه إلى آخره. فالخوارج قال الشيخ الألباني والشيخ الفوزان حفظ الله ورحم الله الشيخ الألباني، قال الخوارج هم لهم عقيدة ويخرجون، لكن البغاة يخرجون على الحاكم ولكن ليس من أجل منهج معين أو عقيدة معينة. عصابة دار تنهب، دار تسرق، دار جزء من السلطة، المهم مرقت بس، زي ما الآن موجود حاصل في كثير من البلدان، ديل بيسمون بغاة. لكن اللي عندهم منهج ممنهج عديل وعقائد فاسدة كتكفير المجتمعات وتكفير الحكام والتكفير بالكبيرة وإلى آخره، ديل يسمهم شنو يا جماعة؟ الخوارج. وإن كان من خرج على الحاكم ده شنو يا جماعة؟ خارجي، كان باغي ولا من الخوارج. لكن الفرق بينهما، بين البغاة وبين شنو؟ الخوارج، أن الخوارج لهم شنو يا جماعة؟ لهم عقائد. أما اللصوص معروفين، هم السراق الذين يسرقون الناس، إما يأخذون الأموال فقط وإما يفسدون وإما يقاتلون الشخص ويأخذون ماله. ذلك كلهم لصوص، وقطاع الطرق برضو لصوص ويدافع عنها بكل ما. طيب، فقتال هؤلاء الخوارج واللصوص الإمام أحمد قال جائز، ودي فيها تفصيل. جائز إذا قاتلت عن نفسك أو مالك، جائز إذا قاتلت عن شنو؟ نفسك أو شنو يا جماعة؟ أو مالك، يعني دارين يقتلوك جائز تدافع عن نفسك، يجوز لك يعني. دارين يأخذوا مالك قروشك، يجوز لك ما تديهم قروشك، وإذا قاتلوك شنو؟ تقاتلوا. لكن قال العلماء الجائز المقاتلة وليس القتل. الجائز شنو يا جماعة؟ المقاتلة وليس القتل. يعني جاء حرامي تلا في البيت، ما طوالي واحد عنده مثلا مسدس يشيله طوالي يضربه طاخ في راسه أو في قلبه يقتله، ده حرام، ده حرام، انتبه للحتة دي. إنما الذي جوزه الإمام أحمد هو المقاتلة وليس شنو؟ وليس القتل. القتل يأتي بعدين. إذا هو أراد قتلك وكنت لا تستطيع أن تندفع منه إلا بقتله، هنا بيجوز شنو؟ قتله. يعني يبقى على الترتيب الذي في الحديث، قال الرجل يا رسول الله، والحديث ده بيريحك، بيديك التفصيل كله واضح. قال رجل أرأيت يا رسول الله إن جاءني رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال فقاتله، ما قال فاقتله، قال شنو يعني دافعه يعني، قال فقاتله. والمقاتلة يعني المدافع، عشان كده في حديث السترة إذا جاء أحد يمر بينك وبين السترة بتاعتك مش كده؟ قال تدفعه، قال فإن أبى شنو؟ فقاتله. قاتله دي ما معناه تقتله، قاتله يعني شنو يا جماعة؟ المدافع يعني، المدافع. فهنا قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، نمرة واحد قال شنو؟ لا تعطيه مالك. قال أرأيت يا رسول الله إن قاتلني، دار يشتبك معي أو دار يدافعني، قال شنو؟ فقاتله. دار يدقك بيدين ودقوا بيدين، قداك شلوت أدي شلوت، المهم. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد.
يعني يبقى ده شنو يا جماعه؟ ده التبصير. ما تدي مالك ولا تمكنه من نفسك. اذا قاتلك ده يتشاكل معاك يتشاكل معاه. اذا بقى يا قاتل يا مقتول هنا بيجوز لك شنو؟ تقتل. اذا قتلك بقى اقوى منك انت شهيد، واذا قتلته هو شنو؟ هو في النار. فهمتوا يا جماعه الترتيب ده؟ طيب اذا ده قلنا في الدفاع عن النفس وشنو؟ والمال يجوز لك. اما الدفاع عن العرض دي براهه، ده موضوع براهه. وعن الحريم، عن زوجتك، عن بنتك، عن امك، عن اختك، يزول دار يغتصبهم بالسلاح الى اخره، هنا يجب عليك ان تقاتله، مش يجوز. هنا يجب عديل كده. قبيل ممكن زول دار ياخذ مالك، انت خفت وكنت ضعيف اديته مالك ما قاتلته او قاتلته، كله شنو يا جماعه؟ بيجوز ليه؟ مع انه الافضل ما تديه وتدافعه و الى اخره وما تمكنه من نفسك، لكن اذا الموضوع موضوع عرض هنا يجب عليك شنو يا جماعه؟ تقاتل، تدفع بما دون القتل واجب. اذا بقى قاتل او مقتول تقتل عديل. يعني هنا ما بيجوز تخاف في العرض، ما بيجوز شنو؟ ما بيجوز تخاف. عرفتوا الفرق؟ في النفس والمال ممكن ازول يجوز له ويجوز له، لكن هنا واجب تقاتل عن 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 عرضك يا جماعه. واذا بقى قاتل ومقتول تقتل عديل في العرض، عن الحريم، عن الزوجه وعن البنت وعن الام وعن الى اخره. هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. طيب ايوه. ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له اذا فارقوه او تركوه. طيب تدفع عن مالك ونفسك بكل ما شنو؟ بكل ما تقدر. ايوه. وليس له اذا فارقوه او تركوه. طيب بقيت اقوى منه، قام فارقوك يعني جروا منك اللصوص دي، لو جروا او قطع الطريق جروا. اها. اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم. ايوه. اذا جروا منك ما بيجوا يسجلوا وراه. اذا جروا منك ما بيجوا شنو؟ فهمت يا موسى؟ ما بيجوا يسجلوا وراه. يعني ناس مثلا جو، انت شايل لك رافع لك مثلا نقول بهايم في عربيه شاحنه، يا جماعه قطعوا لك الطريق، قمت نزلت عليهم نهرتهم، قاموا خافوا جروا، ما بجوز شنو؟ ما بجوز تسكهم، ما خلاص مالك قاعد، وجماعة اللي ربنا دفعهم خافوا، ما يجوز تسكهم يا جماعه. يختلف ده من جهاد الكفار، عرفتوا؟ ما بجوز تسكهم. قالوا لان هؤلاء لهم حكم الاسلام في الاصل. نحن نتكلم عن المسلمين دي، يعني مش موضوع جهاد بين كفار وبين شنو مسلمين، نتكلم عن الخوارج واللصوص وكده. قالوا لأن ما يجوز تسكهم أو تأسرهم أو تقتلهم إذا جروا. ليه؟ قالوا السبب الأول لأن لهم حكم الإسلام في شنو؟ في الأصل. وهذا على قول من قال من العلماء بأن الخوارج مسلمين، لأنه في قول ثاني من العلماء قالوا الخوارج مالهم كفار، وهو قول الشيخ بن باز قال كفر، والشيخ الفوزان قال القول بكفرهم أقرب. واستدل الشيخ بن باز بقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وقول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب قالوا لأن لهم حكم الإسلام في الأصل، ده ده الناس اللي قالوا بإسلام شنو؟ الخوارج تحديدا. أما اللصوص أصلا ما تتبعهم، لأنه أصلا مسلمين، إذا كانوا هم أصلا مسلمين ما يكفروا بسرقتهم وكذا، إنما هي من الكبائر. طيب السبب الثاني قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتالهم حتى يفيئوا ويرجعوا إلى أمر الله كما في الآية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ما قال قاتلوهم لحد ما تقتلوهم، إنما قال قاتلوا، إن المقاتلة إذا رجعوا وفاءوا إلى الله سبحانه وتعالى تعمل شنو؟ تتركهم. فالمهم إذا جروا منك، إذا بتاع ما تلحقهم، وإذا ما جروا لكن قبضتهم ما يجوز لك تقتلهم، إنما توديهم للحاكم زي ما حيقول، والحاكم شأنه معهم. ولا يتبع آثارهم، ولا تتبع آثارهم، معروف.
ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين. نعم. ما يتبع آثارهم إلا للإمام وليس لأحد للمسلمين، يعني الحاكم. أيوة. وإنما له، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم. لئن أنا دي النبي عليه الصلاة والسلام كان شنو يا جماعة؟ الحاكم. عشان كده قالوا الأمر ده للحاكم. أنا ما أقول لك ده مسجد بتاع سرورية راح قلنا هجم عليهم خوارج. لا ما عليك أنت ده. أنت ترد بشنو يا جماعة؟ ترد باللسان. كده وسير ابن عباس صحيح وما ضعيف، فلان ده كده سروري، وقال سيد قطب في كتاب معالم بالطريق صفحة كده واحذر هؤلاء، وده منهج باطل ومنهج حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ده حقك أنت. نعم. وإنما له أن يدفع عنه. والسرورية الآن ده الخوارج. خوارج عديل كده. بل هم أسوأ من الخوارج الأوائل. زي ما قال الشيخ الفوزان عن خوارج اليوم في شريط المخرج من الفتن، قالوا له هل هؤلاء خوارج؟ قال هم أسوأ من الخوارج الأوائل. قال لأن الخوارج الأوائل مع بدعتهم أصحاب عبادة، أما هؤلاء مع بدعتهم فسقة وكذبة، كمان نحن نقول كذابين، يكذبوا على ابن عباس ويكذبوا على ابن جرير الطبري ويكذبوا. الخوارج زمان كان عندهم الكذب كفر عديل، ما كان بيكذبوا. فدي الخوارج. دكتور خالد سألوه قال له خوارج؟ قال والله يا ما بتاع شنو خوارج، انت زادك معهم. وانما له ان يدفع عن نفسه في مقام في مقام في مقام ذلك. ايوه، تدفع عن نفسك، ده تاكيد للكلام اللي قلناه، توكيد له، تدفع عن نفسك بس في مقام ذلك. داير مالك، ما تدي مالك، مد يده من يدك، دفرك، المهم كده يعني. وينوي بجهده ان لا يقاتل احدا. حتى لو انت مرات يا جماعه الواحد يكون قوي ويجي لص او يجي باغي او كده، فتغر قوته ويقوم طوال يخنق لك يفطس مره واحد يقتله، ما صح الكلام. ما تدي مالك وادفع بقدر شنو؟ ما يندفع بس. جرى ما تحصله. يقول لك طلب الحيط والله لحقته لك. يا اخي طلب خليه يطلب هو فات خلاص. واذا قبضته ما تقتله، قبضته وديه وين؟ وديه السلطان. اذا قبضته وكتفته ما بداية تخطه بالعمود تكبه فيه لوحه الثلج وتدقوه، لا انت قبضته وربطته يبقى موضوع شنو يا جماعه؟ انتهى. بعد اضرب للشرطه خليه يشيل شنو؟ ده الصحيح يا جماعه. اما اللي بيسووه الناس ما صحيح. نعم. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. نعم، ده إذا بقت معركة بعد ده، وبقى يا قاتل يا مقتول، لأنه عبر بالمعركة، بقت معركة، يا قاتل يا مقتول. وهنا مات على يدينك، ربنا سبحانه وتعالى أبعده، يعني دخله النار كما جاء في الحديث، وأنت شهيد إذا قتلك يعني. نعم. وإن قتل هذه في تلك الحالة هو يدافع عن نفسه وماله روية له الشهادة. كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا الحديث ذكرناه. إنما أمر بقتاله. وحديث آخر، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم. ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. نعم، ما أمرنا بقتله، إنما أمرنا بشنو؟ بمقاتلته، يعني مدافعته، ولا أمرنا باتباعه، يعني ما سكوا، يعني إذا جرى ما سكوا. أيوه. ولا يجيز عليه إن صرع ولا يجيز، وفي نسخة ولا يجهز، وده المعنى، يعني إذا خلاص صرعته يعني وقعته في الواطة، ما تجهز عليه وقول وقع خلاص أنا أطبح وأسد، لا، وقع خلاص أنت قبضته أدي السلطان، وإن بقى شاطر جرى منك خليه، ما تجهز عليه وما تقتله. أيوه. إن صرع أو كان جريحا. نعم، برضه لو كان جريح ما تتمه، تقول يا اخي نتمه مره واحده، لا خليه جريح، سلمه للسلطان. وان اخذه اسيرا فليس له ان يقتله. نعم، برضه اذا اسرته ما يجوز شنو؟ ده كله توكيد للكلام، ما يجوز انك تقتله. ايوه. ولا يقيم عليه الحد. ولان اقامه الحدود لمن يا جماعه؟ للحاكم. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال لئن انا ادركته. نعم. ولكن يرفع امره الى من والله. نعم، الى السلطان، يعني للحاكم. والشرطه يا جماعه من ذوي السلطان، يعني ما الا تمشي تسلمه للرئيس، لا، الشرطه دي انت سلمته خلاص باعتبارك سلمته شنو؟ السلطان.
نعم. قال ولا نشد. أيوة. قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. دي مسألة أخرى يا جماعة. لا نشهد لأحد من أهل القبلة يعني من المسلمين بعمل يعمله بجنة ولا نار. إذا عمل معاصي وزول شايفين إنه بتاع معاصي ما بنقول الزول ده ماشي وين؟ ماشي نار. وإذا إنسان شايفين إنه أعماله كلها صالحة بالظاهر ما بنقول الزول ده ماشي الجنة. لما روى باب البخاري في الصحيح قال باب لا يقال فلان شهيد، وأتى بحديثين. حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وأتى بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان رجل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو بين الصحابة لا يترك شاذة ولا فاذة من المشركين إلا تبعها وضربها بسيفه. فقال الصحابة ما أجزأ أحد اليوم مثل ما أجزأ فلان، ولعله كان في غزوة أحد. الرجل ده أي مشرك كان قوي في صف المشركين كان بيضرب طوالي بيقتله، ويقال أي مشرك يرفع الراية بتاعت المشركين كان بيضبح طوالي، تقع يمسك الثاني بطوالب ينجم، والثالث طوب شغال كده. حتى قال الصحابة ما أجزى أحد اليوم مثل ما أجزى فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار. والقصة في البخاري قال فقال رجل أنا صاحبه، ما هو لسه ما مات. قال أنا بجيب لكم خبر، مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام ده حق، زول ده حيسوي لي حاجة. قال فتبعته لا يقوم إلا قمت ولا يمشي إلا مشيت وراه حتى أثقل بالجراح، ووضع نصل السيف على الأرض يعني اليد خدتها وقلب السيف، والذبابة يعني سنة السيف بين ثدييه هنا بين الصدر. قال فتحامل على نفسه ونحر نفسه، ما قدر يستحمل شنو الضربات اللي عنده والجراح فانتحر. فقال فجاء الرجل فقال أشهد إنك لرسول الله. قال مما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار، تبعته حتى نحر نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، عمل صالح، أعمال صالحة كثيرة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة. وزاد في رواية في البخاري قال وإنما الأعمال بالخواتيم. وده في ورد على جماعة يقول لك فلان شهيد وفلان شهيد الثورة وشهداء وسيد الشهداء منو ما عارف هناك مسجد حقه ماش حمزة قاصدين واحد أسا سوداني، ده كله باطل يا أخي. ما يجوز تقول فلان شهيد، ولا يجوز تزكي فلان تقول في الجنة أو تقول فلان في شنو يا جماعة في النار لأحد من أهل القبلة. أما الكفار الذين ليسوا هم من أهل القبلة واليهود والنصارى بالعموم تقول في شنو؟ في النار. لكن لو شخص معين مات أو ده الكافر الفلاني مات في الحلة حقتكم ما تقول الآن في النار. قال العلماء قال لأنك لا تدري بما ختم له، يمكن آخر كلمة قال شهيد الشهادتين، لكن تقول الكافر في شنو؟ الكافر في النار هكذا. وكذلك اللعن، اللعن لا يجوز أن تلعن المسلم حيا أو ميتا، ولا يجوز أن تلعن الكافر حيا، ويجوز أن تلعن الكافر ميتا. لكن موضوع اللعن فيه خلاف، وهذا الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ في فتح المجيد. نعم. نرجو للصالح ونخاف عليه. خلاف في مسألة لعن الكافر يعني الحي. والصحيح ما تلعنوا إلا إذا ما تقول لعنة الله، شيخ البزان تقول لعنة الله على الكافرين بالعموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى. أيوة. ونخاف على المسيء المذنب. لا عيد الجملة اللي قبلها. نرجو للصالح ونخاف عليه. نرجو للصالح، نرجو له الثواب ونتمنى له الجنة والرحمة والمغفرة، ونخاف على المسيء
نخاف عليه من ذنوبه، وده ما يمنع انه ندعو له بالرحمه برضه والمغفره اذا كان مسلم موحد يعني. اما المشرك ما يسدع له بشنو؟ بالرحمه والمغفره التي الذي تظن انه مات على الشرك. ايوه. قال: ومن لغي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فان الله يتوب عليه ويقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. ده الانسان اللي بيموت على المعاصي او الكبائر وتاب منها، تاب منها قبل ما يموت، عمل معاصي عفوا وكبائر لكن تاب منها قبل ما يا جماعه يموت، انه قال تائبا غير مصر. فاذا تاب عليها قبل ما يموت، من عقيده ومن اصول اهل السنه والجماعه انه نعتقد انه ربنا بيغفر له. من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولما جاء عمرو بن العاص فاراد ان يدخل في الاسلام فمد يده للنبي عليه الصلاه والسلام ليبايعه، فمد النبي عليه الصلاه والسلام يده ليبايعه امسك عمرو يده، يعني مد يده كده للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي مد يده ده ليبايعه على الاسلام، قام عمرو جر يده ثاني. قال: لما يا عمرو؟ قال: اريد ان اشترط. قال: ماذا؟ قال: ان يغفر الله لي. يعني قال بسلم لكن ربنا شنو؟ يغفر لي. فقال له: اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم، وفي روايه يجب ما كان قبله، وان التوبه تهدم او تجب ما كان قبلها. بايعوا على الاسلام. قال: ومن لغيه وقد اقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. طيب، الحد لا يقام الا على الكبيره. الحد لا يقام الا على شنو يا جماعه؟ الكبيره من الذنوب. لان الكبيره تعريفها عند العلماء هي كل ما رتب عليه حد في الدنيا او وعد صاحبها بدخول الى النار في الاخره، او توعد بلعن او خسف او مسخ الى اخره. دي الكبيره، ده تعريف الكبيره. فكل ما رتب عليه حد في الدنيا معناه شنو يا جماعه؟ كبيره. لكن اذا اقيم الحد على صاحب الكبيره اقامه الحد تعتبر شنو؟ كفارة وطهارة له وسبب في المغفرة له. عشان كده قال: إني أصبت حدا يا رسول الله فشنو؟ فطهرني فطهرني. لأنه إقامة الحد بتطهر شنو يا جماعة؟ الذنب، وبتطهر العبد، خلاص بتنظفه من الـ من الـ من الكبيرة دي. لكن إقامة الحد بتكون إذا رفع الحد والجرم اللي منه يا جماعة وصل الحاكم، هنا ما بجوز للحاكم ثاني شنو؟ ما يقيم الحد اذا وصلوا. لكن الانسان حتى لو وقع في كبيره وتاب بينه وبين الله ربنا بيغفر له. وانما لكمال طهارتهم وايمانهم وعفتهم جاء هذا الصحابي في قصه ماعز وكذلك الصحابيه الغامديه الى النبي عليه الصلاه والسلام لكمال محبتهم لله ورسوله وإرادتهم للمغفرة، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحد إذا وصل الإمام لابد يقيمه، إذا ما وصل الإمام وتاب صاحبه بينه وبين الله تاب الله عليه. عرفتوا يا جماعة؟ لكن إذا وصل الحاكم لابد شنو؟ يقيمه، حتى لو صاحبه قال أنا تبت، صح إذا نيت وإيش لكن تبت، وصل الحاكم لابد يقيمه عليه. كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قربنا ننتهي من الكتاب، يمكن الدرس الجاي نكمل ان شاء الله، يعني نكون خلصنا اول بعدين. ايوه. ومن لغيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب. ده الصنف الثاني، الصنف الاول لقي الله سبحانه وتعالى لقي الله تائب وغير مصر، والثاني غير تائب من الذنوب، غير تائب ومصر. ايوه. التي استوجب بها العقوبه في امره الى الله. استوجب استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله
إن شاء عذبه وإن شاء دل ما تاب من الذنوب حقته أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما تاب لحد ما مات ذنوب دون الشرك طبعا كبائر صغائر ده أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. وده فيه رد على الحويني كلام ده. الحويني بيقول المصر كافر، هو المصر ده عكس التائب، بس ده الموضوع كله يعني. المصر في تعريف العلماء عكس يا جماعة، زول عمل ذنوب وتاب، لكن زول عمل ذنوب ومات دون الشرك الذنوب دي ودون الكفر ومات ما تاب، ده اسمه جنوب، اسمه مصير ليه؟ لأنه ما تاب لحد ما مات، فده ما كافر. ده بإجماع 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 أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، الإنسان اللي عمل ذنوب دون الشرك وما تاب ومات، هل ده كافر؟ ده اسمه المصير في مصطلح العلماء، وده كلام الإمام أحمد بيناتنا حجة، ده اسمه المصير يا جماعة. فده قال لا لا ده تكافر ومخلد في النار لأنه خارجي ذاك أصلا. شيخ القرضاوي كيف يكون اصلا فاهم حاجه؟ وهو كافر عذبه ولم ومن لغيه، وهو كافر عذبه ده كمان صف، ده كافر عديل لقي الله سبحانه وتعالى، ده ربنا يعذبه. ربنا قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيوة والرجم حق نقيف لحدينا.